السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله فيديو جديد، هنشرح معانا الكيتشن ماشين من شركة كينود، ومعانا استاذ محمود هيشرح لنا كل منتج وكل تفصيلة في الكيتشن. النهاردة هيشرح لنا كل تفصيلة في الكيتشن ماشين النهاردة من شركة كينود، وهنعرف كل تفصيل عنه وهنجربه عملي قدامكم، وهنعرف اذا كان هو منتج كويس ولا مش كويس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حبيب قلبي، عاملين ايه؟ اخبارك ايه؟ يا رب تكونوا في نعمة وكل خير. ان شاء الله معانا النهاردة كيتشن الكينود 800 واط. معانا كيتشن بيبقى عبارة عن انجليزي براند، بيبقى انجليزي تقفيل صيني. ده المفروض من شركة كينود الاصلية، لان يعني هو بيبقى ميد ان شاينا او صنع في الصين، فبيبقى الخامات بتبقى كلها جاية من بره، بتقفل في الصين. هو ده البراند الاصلي من شركة كينود. هنعرف محتويات العبوة دلوقتي مع بعض، ونتفرج على المنتج ونجربه عمليا، وطريقة التركيب وطريقة كل ملحق والوظائف الموجودة في كل الملحقات بتاعته. بعد ما فتحنا الكرتونة بتاعت المحضر الطعام الكنود، معانا محتويات العبوة الكبة، ومعانا الخلاط، ومعانا المطحنة، ومعانا القطعة خفق كريمة، دي بتبقى خفق كريمة أو خفق بيض أو كريمة، ومعانا ديسك اللي هو البشر والتقطيع، اللي هو بيعمل السلايز اللي هو الشيبسي وبشر البصل والجزر والحاجات دي كلها، اللي هي اللي بتبقى بشر الخشن والناعم. تمام، دي محتويات العبوه معانا. الموتور زي ما قلنا ده 800 واط، تمام، ده جهد الموتور. معانا الكبه ديت، ومعانا الخلاط بيبقى لتر ونص، ومعانا الموتور بيبقى سرعتين، والسرعه دي البلس اللي هي السرعه المتقطعه. تمام، دوت الخاصيه دي بتاعت البلس دي بنستخدمها كتير جدا في جرش التلج. يعني لو عايزين نجرش تلج في الكيتشن بنقدر نستخدم اللي هو البلس. هنفضل نشوف دلوقتي عمليا الجهاز بنركبه ازاي، او طريقه التشغيل بتاعه ازاي. زي ما قلت حاجه، ده معانا الكبه هنا، تمام، دي اساسات الكبه، ومعانا الاكس بتاع الكبه ده مهم، لان ده بيركب عليه الاسلحه كلها، تمام، او مجموعه الكبه كلها. دي ادي الغطا، وادي سلاح الفارم، فرم اللحوم. طبعا الكبه دي بتشيل معانا 400 جرام لحمه حد اقصى. بالنسبه اهم حاجه في الكيتشن، او اهم حاجه في الجهاز او اي جهاز كهربي، لازم نلتزم بالجدول التعليمات الموجود جوه كل كرتونه. دي بتقول الجرامات هنحط قد ايه، نستخدم ما نحطش حاجه ازيد من القوه بتاعتها او زياده عنها، تحرق لي الموتور لا قدر الله، او تحصل لي اي مشكله بالنسبه للجهاز نفسه، او تعطل لي الجهاز. لو استخدمنا الاستخدام الصح بالتعليمات الموجوده في كل كتيب في كل جهاز، ده مهم جدا. طيب الكتيب بيقول ايه؟ دي 400 جرام لحمه هنا، تمام، بالنسبه للحم البقري 400 جرام حد اقصى، تمام. بالنسبه للكيكه والكلام اللي هو الحاجات اللي هي المعجنات الخفيفه، لان هو ممكن يعمل معايا معجنات خفيفه عن طريق الديسك ده اللي هو بتاع الخفي كريمه والبيض، مش معجنات تقيله، اللي هو الكيكه مثلا هناخد مثلا كيلو 200 جرام. ده بالنسبه لكتاب التعليمات برضو بيقول ان هو كيلو و200 جرام، تمام. اساسات الكبه عشان تركب لازم الاكس ده يبقى معانا، ونحطه اول حاجه قبل ما نحط الكبه على الجهاز. يعني الديسك القطعه دي لازم تبقى موجوده بالطريقه دي، لازم تبقى موجوده هنا، وبعد كده بنركب الكبه بتاعتنا بالطريقه دي. تمام، الكبه بتاعتنا ما تبقاش مفتوحه كده، لازم تبقى مقفوله بالمنظر ده، تمسك في الموتور بالطريقه ديت، تمام. ونركب اي قطعه احنا عايزينها من ضمن التلات قطع الموجودين. الترابيزه هنا، القطعه خفق الكريمه، الديسك البش والتقطيع، سلاح الفرم. احنا بنستخدم اي واحد على طريقه ان احنا هنستخدم، هنحط فرقه، نفرم لحوم، هنقطع شيبسي، هنعمل سلايز، هنعمل بش البصل والجزر، خفق الكريمه والبيض او المعجنات الخفيفه. نقدر نستخدم الثلاثه في اي واحده من الثلاثه دول، نحطهم جوه الكبه. زي مثلا هنستخدم الفرم، بنطلع الكفر. طبعا الكفر ده سلاح ده حامي جدا، ده كفر حمايه بنشيله طبعا لما نيجي نستخدم القطعه ديت، وبنركبها بالمنظر ده جوه المحضر بالمنظر ده كده، تمام. طبعا هنيجي نقفل وهنحط اللحمه بتاعتنا او ايا كان اللي هنحطه، هنفرمه جوه. هنقفل طبعا. الغطا ما ينفعش يبقى مفتوح بالمنظر ده طبعا. اي كيتشن هنوصل دلوقتي، هنوصل للتيار الكهربي، واوريكم نظام الامان الموجود في الكيتشن ماشين، ان هو دوت لازم ما يبقاش مفتوح معايا كده. لو مفتوح معايا مش هيشتغل نهائي. اي حاجه كانت الكبه مفتوحه بالمنظر ده تحت، او الغطا مفتوح من فوق، تمام. الغطا مجرد ما بقفله اشتغل الجهاز معايا، تمام. عندك هنا سرعتين والبلس، البلس اللي هو السرعه المتقطعه اللي انا بتحكم فيه في درجات الفرم او درجات جرش التلج، تمام. طول ما الدايره بتاعتنا مقفوله الجهاز هيشتغل معاك كويس. الغلطه مفتوح مش هيشتغل تماما الموتور غير لما اقفل الدايره كويس جدا، تمام. طبعا ده بالنسبه للكبه. طبعا السلاح اللي احنا حطيناه هنا ده سلاح الفرم. طيب انا مستغني عن سلاح الفرم، وهركب مثلا ديسك البش والتقطيع. ديسك البش والتقطيع ده ليه ناحيه وجهتين، يعني الديسك دوت بالناحيه دي، طبعا الحاجات دي حاميه جدا، فنخلي بالنا جدا
يعني ربنا يحفظكم يا رب. الديسك دوت بالنسبه للناحيه دي بيبقى السلايز اللي هو الشيبسي، مش مجرد الشيبسي، ممكن نعمل الخيار حلقات او الجزر او الكلام ده من الناحيه دي، بركبه بالطريقه دي هنا بالمنظر ده كده. وبقفل الغطاء طبعا، بشيل طبعا الحاجات اللي هي الحمايه بتاعت اللي فوق ديت، وبنقفل الغطاء بتاعنا بالمنظر ده كده، وبنبدا نسقط الحاجه من فوق، نحط الحاجه الجزر، نحط الشيبسي، البطاطس نحطها من فوق عشان تعمل لنا الشيبسي. طيب انا مش عايز استخدم الديسك ده كحلقات او سلايز، بنعمل ايه؟ بنقلبه على الناحيه التانيه بالمنظر ده كده، بيدينا البشر الخشن والبشر الناعم، بحطه بالمنظر ده كده، وفي نفس الوقت بنقفل برضو بالمنظر ده ونسقط الحاجه بتاعتنا. تمام، ده بالنسبه للديسك اللي هو اللي بيجي مع ملحق الكيتشن ماشين اللي هو 800 واط، اللي هو الديسك اللي هو بيقول 4 مللي مكتوب على الكرتونه بتاعته، ده ديسك 4 مللي اللي هو سمك الشيبس بتاعه او سمك السلايد بتاعه 4 مللي. تمام، نيجي الملحق اللي هو التالت او الاخير موجود معانا في محاضره طعام الكنود 800 واط، ده الخفق كريمه والبيض، خفق كريمه والبيض او معجنات خفيفه، بيقدر يعمل معايا الحاجات ديت كيلو 200 جرام زي ما قلت لحضرتك بالنسبه للكيكات. ونشغل ان هو يعمل لي المعجنات الخفيفه، الكيك والبيض والكريم جانتيه والكلام ده كله بالمنظر ده كله. تمام، دي كده ملحقات الكبه كلها. طبعا نسينا نتكلم عن ساعه الكبه الاساسيه، هي 2.1 من 10 لتر، دي ساعه الكبه الاجماليه، بس مش هينفع ان انا املاها لحمه او املاها حاجه فوق طاقتها، عشان كده بنصح ان احنا نستخدم كتاب التعليمات والوظائف الموجوده في كل محضر طعام او كل جهاز كهربي، ان احنا نلتزم بكتاب التعليمات والجدول الموجود جوه، فهتلاقي كل حاجه موجوده بالجرامات بنلتزم بيها، هتلاقي ان شاء الله الجهاز معاكي شغال ومعمل. تمام، هنطلع الكبه، طبعا ده اهم قطعه في الكبه اللي هو الديسك اللي بيركب من تحت دوت، عشان يتفعل يعني من الماتور للقطعه اللي هي الكبه. نيجي بعد كده المطحنه، المطحنه دي بتبقى من جوه بتبقى ستانلس ستيل. تمام، مطحنه، مطحنه بتطحن بيها البن، نطحن بيها البهارات، نطحن بيها التوابل عموما، فدي مطحنه كويسه جدا، مطحنه ستانلس، بتحط الحاجه ونقفل عليها جدا كويس قوي هنا كده. تمام، وبنركبها مكان القطعه الكبه اللي كانت طب اكبر. ايه ميزه الستلس يا استاذ محمود؟ يعني المطحنه دلوقتي انا شايفها ستلس، في كتاشن وفي خلطات بلاقي المطحنه بلاستيك. بص، هي اختلاف المطحنه الستلس، اولا الستلس بتبقى سهله التنظيف، دي مبدئيا بتبقى سهله التنظيف، زائد ان الستلس ما بيسيبش ريحه زي البلاستيك، يعني البلاستيك في بلاستيك ونوعيته بتبقى رديئه جدا بيكرف ايا كان، في كتاشن او محاضرات طعام بتبقى البلاستيك بتبقى رديئه جدا، بتسيب ريحه جوه البلاستيك حتى لو بعد تتغسل، مش الريحه ما بتسيبش من البلاستيك، تمام. تبقى معلمه فيه، يعني دي ميزه ممتازه. زائد ان الحواف بتاعتها طبعا الفلفل الاسود او الكلام ده كله بيتعلم في البلاستيك مش زي الستانلس، وبتبقى سهله تنظيف ما بتسيبش معايا ريحه، فبتبقى ميزه بمحاضره طعام لما دي بتبقى ستانلس ستيل. كويس جدا، تمام. تمام، بنحطها بنقفلها بالغطا بتاعها، نحط الحاجه نقفل ونشغل. تمام، دي المطحنه معانا، مطحنه من شركه كنود، حاجه نظيفه جدا وحاجه محترمه. نشوف الخلاط. تمام، معانا هنا اخر قطعه او موجوده معانا في المحضر الطعام، هو الخلاط ده، الخلاط ده كويس جدا. ده ساعه كام لتر الخلاط معايا؟ هو تدريجيا مكتوب على الخلاط 1.2 او 1 لتر و200 جرام، من لتر و2 من عشره. تمام، الامل ليه مثلا نحط فيه يعني لتر و2 من عشره ولا نخليها لتر؟ لا بص، هو مبدئيا لازم التزم بدوت، لان انا خلي بالك لو خدت بالك هنا حاطط لك اللي 1.2 من عشره تحت، لما اجي بشغل الجهاز العصير بيطلع لفوق، فانا ما ينفعش ازود عن كده، لان انا هتلاقي الحاجه طلعت بره او بوظت الدنيا، لان انا اقصى حاجه عندي هي ال 1.2 لتر ديت، فانا بقدر ان انا استخدمها عشان لسه الحاجه لما تتضرب بتزيد اولا، زائد ان هي بتطلع فوق السريع، فبلاقي الحاجه طلعت معايا لفوق عشان ما تبهدليش الدنيا. تمام، فلازم التزم بالزبط بالكلام الموجود على كل منتج. تمام، طبعا الخلاط بنركبه، الغطا ما فيهوش امان، يعني الغطا دوت ملوش علاقه، يعني ممكن اشغل الخلاط كده شغال، لكن هو الغلط الامان كله بيبقى موجود في الكبه، اللي بنركبه اخطر حاجه موجوده في المحضر الطعام. تمام، نفس الكلام لو الخلاط ده مش راكب كويس على الموتور، يبقى في لوك. بالظبط، مش هيشتغل معايا نهائي، لازم يتقفل كويس جدا كده. دي كانت المجموعه بتاعتنا كلها. اتمنى تكونوا الشرح كان وافي لحضراتكم وكنتوا مبسوطين جدا بيه. بالنسبه للمنتج مقابل سعر، هو منتج مستورد، فممكن يبقى سعره عالي شويه عن بعض التجار الكلام ده، فهو سعره
بالنسبة للسوق هو سعره عالي شوية، مش هنقول السعر بس لأن السعر بيختلف من مكان للتاني، بس هو كمنتج هو منتج كويس جدا من شركة كينود، زائد إن ال 800 واط فيه طبعا في محاضرات بتبقى 1000 واط في كينود برضو أعلى، طبعا بترجع للفئة السعرية اللي حضرتك أو حضرتك بتشتري بيها المنتج. طب دلوقتي في اقوى براندين في ال في الكيتشن ماشين او في الخلاطات، بسمع ان هي مولينكس وكينود، ايه افضل مثلا؟ هما بص بالنسبه للاثنين، هما الاثنين تقريبا هما الاعلى حاجه في السوق دلوقتي، تمام. كان المولينكس او الكينود. عايزين نوضح للناس بس ان الكينود فيه منه ضمان محلي وضمان دولي، اما المولينكس هو ليه ضمان هنا في مصر موجود محلي ما فيهوش منه ضمان دي دولي ميزة في مولينكس. بالظبط، ان هو تقدر عن طريق فروع مولينكس وتيفال، هو لنا شركه واحده، بتقدر انت تصين المنتج. موجود هنا برضو كينود برضو ليها ضمان، وفي منتجات ليها ما بتبقاش ليها ضمان، بتبقى ضمان دولي، او بيوضحوا للعميل ان هي بتبقى ضمان دولي، فخلي العميل يبقى واخد باله. خلينا في الضمان المحلي ضمان افضل محلي افضل طبعا، هو بيبقى فرق السعر مثلا في المحلي بيبقى اعلى شويه، يعني زي مثلا لو نزلت مثلا عشان بيديك ضمان. بالظبط، يعني لو نزلت بالظبط مثلا اشتريت المنتج بتاعي ولقيته سعره اعلى من سعر منتج نفس المنتج في مكان تاني، هعرف ان في فرق في الضمان، اعرف ان تمام في مش في حته في ده الضمان مش بيكون موجود. دولي وده بيكون بالظبط محلي. كده، بالظبط هو ده اللي بيعمل فرق السعر في بين المنتجين. تمام تمام، وان شاء الله يكون الشرح يكون اتبسطتوا من الشرح ويكون حاجه كويسه لحضراتكم جدا، وشكرا. شكرا مع جدا، شكرا جدا استاذ محمود. كان معانا النهارده استاذ محمود بيشرح لنا الكيتشن ماشين من شركه كينود. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو اول مره تشوفني ما تنساش الاشتراك في القناه، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بقدمه، اشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير، مع السلامه.